السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده برنامج سهل جدا وبسيط، عبارة عن زي ما تقول ايه، فوتوشوب كده بس للأطفال، حاجة كده في الروقان. يعني هسيب المثال مثلا، هقول له هنا بنت وأبدأ ايه إن أنا أرسم بالفرشة. هو طبعا عشان الأطفال تحبه بيبدأ يعمل موسيقى خفيفة كده، تمام. ممكن أقول له أنا عايز أرسم بالنجوم ديت، أو كأني في حد ماشي. في النجم كده، في مثلا ستامب، تمام. عندي مثلا اشكال حلوه للستامب اهوت، بام بام، خطوط، هتلاقي اشكال كتيره من الخطوط تقدر تستخدمها، تمام. ممكن نعتمد على حاجه زي كده. ممكن تقول له انا عايز اختار شيب، وتلاقي اشكال كتيره تقدر تختار منها زي ما انت عايز. ممكن تضيف تكست واكتب بقى، طبعا التكست دوت تقدر تختار الفونت اللي انت عايزه. في فرصة ان انت تعلم الاطفال بعض المهارات الظريفة. اختار اللون من هنا، ماجيك. طبعا ماجيك فيها بقى الحاجات ايه، اعمل بلور للحاجة اخليها مثلا متبقاش واضحة. هنا شارب اخليها حادة شوية. في شوية كلون بينسخ لي الحاجة من هنا للمكان اللي أنا عايزه، يعني مثلا هنا أهي. هبدأ بسحب الخط ده كده، فيش أي، أشكال تقدر تسافر اللوحة دي، تقدر تفتح ملف مفتوح قبل كده، تقدر تمسح، تقدر تقول له أنا عايز أطبعها، عايز أقفل الملف زي ما أنت عايز. وده الموقع اللي أنت هتحمل منه، سيبه لك أسفل الفيديو. هتيجي هنا تقول له إن أنت عايز تعمل داونلود، فهو بينفع تسطبه على الويندوز، وينفع تسطبه على الماكنتوش، وينفع تسطبه على حاجات كتير جدا، تمام. فهتقول له إن أنت عايز تعمل داونلود مثلا لل64. ال64 هيدخلك على الموقع اسمه سورس فورج. هستنى ثواني، هيبدأ يتحمل معاك ويسطب معاك عادي بدون اي مشاكل خالص.